نقطتين أساسيين لازم نحطهم في الاعتبار قبل ما نخش في التفاصيل. واحد، شخصية الكرة الغنية. أي فريق بيمثل غانا عارف أنه جاي من دولة كبيرة في كرة القدم، فحتى لو كان فريق حديث العهد، نتكلم على فريق أول مرة بيلعب في بطولة دوري أبطال، صحيح ممكن يكون شارك قبل كده في الكونفدرالية، لكن جايب طموح أنه بيمثل الكرة الغنية، وبالتالي هو مش حاسس أنه فريق صغير. هو بالنسبة لنا احنا فريق ملوش تاريخ، ما ظهرش قبل كده في دوري الأبطال، فرصه في تحقيق لقب ممكن تكون بعيدة، لكن ده مش معناه أنه مواجهتك ليه هتكون سهلة. الجزء الثاني، وهي زي ما اتكلمت مع دكتور أوبن امبارح، واضح جدا أنه النادي قايم على تجربة استثمارية، ففكرة القدرات المالية بتاعتهم كبيرة، وده معناه أن هم استثمروا بشكل كبير جدا في شراء كواليتي يقدر يوصل أنه يمثل غانا في بطولة أفريقيا ويوصل بالفعل لمرحلة دور المجموعات. نبدأ مع بلال ومصطفى ونحاول نقرب صورة ميدياما لحضراتكم، ونبدأ بترتيب الجدول بتاع الدوري الغاني يا بلال. ناخد بس من كلامك عن تأثر اللاعبين بالكرة الغنية، احنا عندنا جوناثان سوال اللي هو فرود النادي اللي هنتكلم عليه، متأثر جدا بجيان أسموا ومختار نفس الرقم، وواضح ان فعلا زي ما انت قلت فكرة الكرة الغنية. ترتيب الجدول الدوري هنشوف ان ميدياما بيأتي في المركز الثامن. يمكن يا احمد، ميدياما فريق تم انشاؤه سنة 2008، والله هارتس اوف اوك في التاسع اهو، هارتس اوف اوك الدنيا فترة من الفترات. هو لسه بالمناسبة هارتس اوف اوك كان في المواجهة من مباراتين بالظبط بين هارتس اوف اوك وبين ميدياما، وانتهت بفوز هارتس اوف اوك 3-1. طبعا ادونا ستارز بياتي في المركز. هو بالمناسبه الفرق في غانا يا احمد، يعني ميدياما لما فاز بالدوري الموسم الماضي كانت اول مره يفوز بالبطوله في تاريخه. يعني الفريق انشئ سنه 2008 وبعد كده اندمج مع نادي اخر حتى تمكن من الفوز بنسخه 2023، او دي اول بطوله دوري يفوز بيها. الموسم ده تراجع زي ما احنا شايفين كده، يمكن سبب من اسباب التراجع ده هنجيله بعدين مع مصطفى، فكره انه رحيل عدد اللعيبه اللي مشيت قليل بالزبط. من اللاعبين يعني، لكن تعال نبص لارقامه في البطوله. هو لعب 11 مباراه بالظبط، لعب 11 مباراه، فاز في 5 مباريات، تعادل في مباراه واحده، وخسر خمس مباريات. نتائجه امام في ملحوظه برده خدناها على فريق ميدياما، ان نتائجه امام الكبار كلها سيئه، يعني خسر امام هارتس اوف اوك 3-1، خسر امام تشيلسي الغاني 1-0، وخسر ايضا امام تقريبا في مباراه اخرى، خسر امام الثلاثه الكبار في غانا في المواجهات المباشره، خسر امام هارتس اوف اوك وتشيلسي ومباراه اخرى 3-1 و1-0 و1-0. النتائج بتاعه ميدياما زي ما احنا شايفين في الجدول، 5 مباريات خسر فيهم ميدياما، وده رقم كبير جدا في اول 11 جوله، وسجل 11 هدف بمعدل هدف في كل مباراه، واستقبل 12 هدف، وده رقم كبير جدا، وعندهم مشاكل دفاعيه كتيره جدا. اخر 5 ماتشات لعبهم في الدوري، اخر 5 من 11 دول خسر 3 مباريات وكسب مباراه او مباراتين صحيح. طيب تعالى نتكلم، ويمكن ده جزء من اسباب تراجع مستوى ميدياما، لانه لما اتكلم على فريق حامل لقب بيبقى ده موقفه في الدوري، بالتاكيد فيه هزه كبيره جدا حصلت للفريق او في النسخه دي، مختلفه عن النسخه اللي توجد بلقب الدوري الغاني يا احمد. فتعالى نتكلم على الراحلون، عدد اللعيبه اللي رحل من فريق ميدياما او النسخه اللي اعتذر في بطوله الشامبيونز ليج مش قليل، عدد كبير من اللعيبه رحلوا عن مظبوط يا احمد. رحل تقريبا 12 لاعب تقريبا رحلوا من فريق ميدياما، كلهم رحلوا، الغريب انهم رحلوا نادي واحد. النادي ده اسمه سيرينز في مالطا، نادي اوبروسي او في مالطا، في مالطا. فده النادي كل اللعيبه راحت للنادي ده. طبعا دي حاجه تبين ان هم بالنسبه لهم فريق ميدياما دول بموجب اتفاقيه تقريبا او توقع، واضح ان في طبعا توقع حاجه، لانه مش طبيعي انه كل اللعيبه دي تبقى على بالزبط. على نادي في اتفاقيه كبيره جدا بيدعموا النادي ده ممكن، فهم اغلب النتائج السلبيه اللي احنا اتكلمت عنها احمد فعلا بسبب رحيل اغلب اللعيبه. ايوه، واكيد لو انت هتمشي 12 لاعب اكيد في منهم على الاقل 6 7 لاعب مميزين، صحيح، ومن القوام الاساسي اللي انت خدت بيهم بطوله الدوري الموسم اللي فات، صحيح. فطبعا بناء على كده الاتفاقيه فرحل اغلب اللعيبه، وبعدين حتى معدل اعمار اللعيبه اللي رحلت مش كبير طبعا. يعني انت بتتكلم كلهم لعيبه المعدل اكبر لاعب فيهم عنده 28 سنه بالظبط، 21 19 21 22 18 كلهم لعيبه صغيره جدا. وهنا على فكره احمد يبين فكر النادي، فكر النادي، انت اخذت بطوله الدوري، فمعنى ان انت بتمشي 12 لعيب ولعيبه زي ما انت قلت اعمارهم السنيه مش كبيره صغيره
فده يبين الطموح بتاع النادي. فواضح ان طموح النادي مش طموح ان هو في استمرار في البطولات والكلام ده كله. شكله الموضوع اكتر منه استثماري، اللي انت تبيع ال 12 لعيب دول لنادي معين. صحيح. فده طبعا واضح الهدف بتاعهم. طيب تعال نشوف في القائمه اللي احنا هنواجهها بقى كام لاعب دولي بيلعبوا في صفوف فريق ميديام ابلال. اه اللعيبه الدوليه، انا افتكرت المباراه الثالثه، هو خسر امام اشانتي كوتوكو وتشيلسي وهارتس فوق الثلاثه الكبار في غانا. قلنا كتير قوي احنا ما لعبناش في غانا. الاهلي بالظبط بالظبط. واشانتي كوتوكو ده لينا معاه صولات وجولات. بسال دكتور روبن امبارح، عندكم ملعب معتمد في ملعب ميديام نفسه مش معتمد، لكن هيروحوا يلعبوا في كوماسي. اوكي. اللعيبه الدوليه اللي موجوده في فريق ميدياما، حميدو فاتو ده ظهير ايسر وده مميز جدا جدا لما نيجي نتكلم عن الحالات، احد اهم مفاتيح اللعب في فريق ميدياما. هم دول انضموا لمنتخبات لكن حجم مشاركتهم مش كتير يعني. حميدو فاتو ده لعب عنده مباراه واحده. بنيامين عبيدو ظهير ايسر ايضا انضم مباراه واحده، وجوناثان سوا مهاجم غانا راح مباراه واحده ولكن ما شاركش. فوردورجر ده لاعب خط وسط، ده بيلعب في منتخب غانا تحت 20 سنه. وماهاتشي ده يا احمد ده جناح ايسر في منتخب زيمبابوي، شارك في 41 مباراه، وده احد اهم اللعيبه اللي بيعتمد عليه.